من الدغامية ينضم إلينا مراسلنا محمد المحيسن. أهلا بك محمد معنا. يعني بداية، كيف تصف لنا هذه الزيارة لك لهجرة الدغامية الهادئة وكذلك القديمة جدا، وما هي احتياجات هذه الهجرة؟ مساء الخير حسن. يعني نتواجد الآن في أحد المواقع الاستراتيجية التي تطل على هذه الهجرة القديمة جدا، أكثر من 50 عاما، وهذه الهجرة يعيش أهلها وسط ترابط جميل جدا. وأيضا هذه الهجرة، خلينا أخذ معك لقطة مع زميلي هاشم، هذه الهجرة تتموضع في موقع استراتيجي رائع على طريق الدمام الأحساء، هذا الطريق الذي تمر عليه آلاف بل ملايين المركبات سنويا، ليس طريق يخص المواطن السعودي فقط بل أنه طريق دولي لمن هم يأتون من دول الخليج ويستقلون هذا الطريق، وبالتالي هم يرون هذه الهجرة الرائعة، هجرة أدغيمية، بشكل يومي عند مرورهم بهذا الطريق. هجرة أدغيمية اليوم تعيش وسط تكامل الخدمات، وسط يعني جهود كبيرة من بلدية محافظة بقيق، ولكن ما زال الحديث يطول عن نقطة مهمة حسن، وهي مسألة المداخل والمخارج لهذه الهجرة. نتكلم عن هجرة أدغيمية التي يعني يواجهون مشكلة أهلها أو تطلع بأن تكون هناك تفاعل عن موضوع المدخل والمخرج. اليوم لما الشخص يريد الوصول إلى هجرة أدغيمية وهو قادم من محافظة الأحساء يحتاج تقريبا 6-7 كيلو حتى يصل إلى أقرب نقطة وهي كبري محافظة بقيق، ثم يعود من جديد ليصل إلى مدخل أدغيمية. أيضا نتحدث لمن أراد من سكان هجرة أدغيمية وهو موظف أيضا في مدينة الدمام أو بقيق أو الطريق المؤدي إلى الدمام، يحتاج إلى 5-6 كيلو أيضا للوصول إلى أقرب نقطة للدوران من جديد وهي كبري الجوية. وبالتالي تطلع أهالي أدغيمية بأن يكون هناك يعني تفاعل وإنشاء كبري أو جسر يسهل عليهم طريقة التنقل من وإلى هذه الهجرة. بما يتعلق بالخدمات، الحقيقة انتهز الفرصة بوجود رئيس بلدية محافظة بقيق سعادة الأستاذ فارس العريج. أهلا بك معنا في هذه النشرة، خلينا نتحدث بشكل سريع جدا عن الخدمات التي أو الخدمات التي تقدمها بلدية بقيق اليوم، وأنتم تحت مسؤوليتكم أكثر من 32 هجرة، كيف تصف تلك الخدمات اليوم؟ أهلا وسهلا وحياك الله وبالمشاهد الكريم، وانتهز هذه الفرصة بالترحيب بكم، وأنا إن شاء الله تتكرر سلسلة من الزيارات للتعريف عن محافظة بقيق وهجرها الممتدة. محافظة بقيق تضم 39 هجرة فيما يخص النطاق التقديمي للبلدية، تختص بتقديم 21 هجرة بالإضافة إلى مدينة بقيق. أحد هذه الهجر هجرة الدغيمية، وكما أسلفتك الكريم في التعريف عنها، اعتمدت مؤخرا بعد أن تم استحداث المباني بشكل عشوائي في فترة استحداث هذه الهجرة، ومن ثم قامت البلدية وأمانة المنطقة الشرقية بإعادة تخطيط الهجرة واعتماد المخطط لها منذ عام 1415. اليوم تشهد مجاورات مخططة ملاصقة للهجرة تتبع لوزارة الإسكان، وسلمت منها 400,000 متر مربع تابع لوزارة الإسكان. الهجرة تبلغ مساحتها 1,700,000، مكتملة الخدمات فيما يختص التعليم بمستويات الابتدائي والمتوسط والثانوي، وكذلك وجود مرافق خدمية من الدفاع المدني ومركز للمحافظة ومخفر للشرطة. فيما يختص بالخدمات البلدية، الهجرة تحظى بسلسلة من الخدمات أسوة بالهجرة الأخرى والمدينة. فيما يتعلق أهم المحاور التي تم تنفيذها، تحسين المدخل الخاص بالهجرة وربطه مع الطريق الإقليمي الدمام الأحساء، وتم تنفيذ كذلك دوار ومعالجة التقاطعات الموجودة فيها. في تنسيق منذ سنة تم رفع
احتياجات الهجرة وهجرة الكدادية وكذلك جزء من المحافظة بمعالجة تصريف مياه الأمطار وتخفض منسوب المياه الجوفية. وقد خليني يعني بهذه النقطة تحديدا اليوم يعني نواجه نشوف في الهجرة يعني بعض الطرق التي تحتاج إلى إعادة زفلتها. أنت ذكرتي قبل أن نظهر على الهواء أن مشكلة انخفاض هجرة الدغيمية عن مستوى السطح اليوم، هل هذه المشكلة تؤثر على عملية الزفلة بشكل دوري؟ بلا شك، أنت كما تلاحظ نحن الآن في موقع قريب مجاور للهجرة في مرتفع، ويلاحظ لنا منسوب المنطقة المنخفض وتزامنت مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية، فلا يمكن زفلتها وهدر العناصر البناء من بنية تحتية من زفلة وإنارة وأرصفة وتهلكها من تجمع الأمطار. لابد أن يتم معالجة تصريف مياه الأمطار، وبفضل الله وبحمده وفضل حكومتنا الرشيدة تم تقدير الحاجة هذه لاعتماد مشروع لتصريف مياه الأمطار وخفض منسوب المياه الجوفية. تمر خطوط التمديد فيها إلى إحرامات خاصة بنطاقات من ضمنها وزارة الطاقة أرامكو السعودية، وقد تم إعداد الدراسات والتصميمية والانتهاء منها والتنسيق معهم بإذن الله لفسح تلك الخطوط ومن ثم تنفيذ هذا المشروع، وسيتم مباشرة على بعده تكملة خدمات السفلة والأرصفة التي ستمكن من عمر بإذن الله وبجودة عالية لتلك المكونات. أخيرا على مستوى يعني تزيين الهجرة بالتشجير والدورات بشكل مختصر، هل هناك يعني أفكار مستقبلية أو خطط مستقبلية لعمل مثلا زيادة عدد الحدائق في الهجرة، تشجير، رصف الطرق بشكل مختصر؟ والله الحمد تم تنفيذ حديقة مع ملعب أطفال مصورة في الهجرة، حاليا تم إنشاء 6 آبار من ضمنها بئر توازي في الهجرة لري الجزر الوسطية. كذلك أن التعامل مع الهجر يختلف عن التعامل من طابع المدينة، وهذه الميزة التنافسية الموجودة في الهجر، لابد أن يتم التعامل معها بعناصر ممكنة للطبيعة وتسبب يعني صراحة أريحية للإنسان في دخول الهجرة، وهذه الميزة التنافسية التي يعني تبرزها عن بقية المدن في مكوناتها الإنشائية. الأستاذ فارس العريج رئيس بلدية بقيق، شكرا لتواجدك معنا. إذا حسن نتحدث عن 7,000 نسمة يسكنون في هجرة الدغيمية، ونتكلم أيضا عن المركز الصحي في هذه الهجرة، المركز النموذجي وأفضل مراكز صحية على مستوى الهجر، بعد أن يعني استطاع أن يحصل على الشهادة والاعتماد من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية كأحد المراكز الصحية التي لامست واستطاعت أن تحقق جميع المعايير الجودة والسلامة، وبالتالي هذه الهجرة مميزة جدا من ناحية الموقع، غربية محافظة بقيق وتبعد عنها 16 كيلو متر. أيضا نتكلم عن الخدمات الموجودة، وأخيرا مثل ما قلت لك تطلع أهالي الدغيمية بشكل أساسي في هذا التوقيت بالذات هو ما يتعلق بالطريق المؤدية من وإلى هجرة الدغيمية. أعود إليك حسن. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدغيمية مراسلنا محمد المحيسن، وأشكر كذلك ضيفك الكريم.